تظاهرات لأنصار بناء مسجد بالقرب من موقع تفجيرات 11 سبتمبر في مدينة نيويورك، وفي المقابل تظاهرات أخرى تعارض الفكرة، وكلتا التظاهرتين انتهت بشكل سلمي دون أن يشد أي منهما جمهورا كبيرا. وتعبر التظاهرتان عن الجدل الذي تشهده المدينة، حيث أصبح مشروع إقامة مركز ثقافي إسلامي يضم مسجدا على أرض خاصة مجاورة للموقع الرمزي لهذه التفجيرات التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي قبل 9 سنوات موضع نقاش في الأسابيع الأخيرة. وكان الرئيس الأمريكي أوباما أثار ضجة بتأييده إقامة مسجد في هذا المكان، مما اقتداه إلى توضيح لموقفه مشددا على أن المسألة هي مسألة مبادئ. في هذه الأثناء وفي إطار جولة له في منطقة الخليج، وصل فيصل عبد الرؤوف وهو الإمام المسلم الذي يتولى الدعاية لحملة بناء المسجد في نيويورك، وتمول الخارجية الأمريكية هذه الجولة في إطار ما تقول إنه حملة لنشر ثقافة التسامح. وخلال حفل الإفطار الذي أقيم في السفارة الأمريكية في المنامة، شرح الشيخ عبد الرؤوف أسباب السعي لإنشاء المسجد في هذا الموقع والمطالب التي ينادي بها. يجب أن نكثف جهودنا ونعمل معا لإنجاز ذلك، وأنا ممتن للرئيس أوباما بسبب موقفه المساند للمشروع، وممتن أيضا للعمدة بلومبرغ ولكل من يقف نفس الموقف. ومن المنتظر أن يكمل الشيخ جولته في عدة دول أخرى لشرح الموقف الأمريكي من هذا الملف، وتشمل هذه الدول الإمارات العربية المتحدة وقطر.